بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن معلومة مهمة جدا في البرنامج، ودي مهمة للناس اللي بترسم مخططات هندسية أو بترسم شكل بمقياس رسم معين، سواء كان سنتيمتر أو ميترز أو مليمترز أو إنشز، فبيبقوا عايزين يظبطوا مقياس الرسم بتاعهم عشان يطلع الشغل مظبوط. قبل ما تبتدي الدرس، في دروس سابقه لبرنامج مايا هتلاقوها على قناتي، دوسوا على اسم القناه من اسفل الفيديو بيدخلكم على القناه وبتشوفوا جميع دروس مايا وجميع الدروس البرامج اللي انا شرحتها قبل كده. وانا هحط لكم فوق في اليسار الشاشه من فوق لينك قائمه التسجيل وفيها جميع دروس مايا، هتلاقوها بتدوسوا على اللينك وبتدخلوا على جميع الدروس. اول حاجه عايزه اعرفها ايه هي وحده الرسم اللي موجوده في برنامج مايا. يعني انا باجي انزل برنامج مايا عايزه اعرف وحده الرسم اللي انا شغاله بيها. طيب اعرفها ازاي؟ بروح عند ويندوز واقول له سيتنج بريفرنسز وبريفرنس، كويس، وعندي هنا سيتنجز اهي، بدوس عليها بالشكل ده كده بيطلع لي وركينج يونتس، اليونتس اللي هي الوحده اللي انا شغاله بيها. طيب ايه الوحده دي؟ عندي هنا لينر، دي اللي انا بختار منها الوحده. فانا هنا الوحده، وحدة الرسم اللي موجودة اللي هي السنتيمتر. طيب أنا بفتح من هنا كده، عندي مليمتر، سنتيمتر، متر، إنش، فوت، يارد. أي من الحاجات دي اللي أنا عايزة أرسم بيها حسب المخطط اللي جاي لي أنا بختار. طيب أنا هنا شغالة على السنتيمتر. طب لو دوسنا على متر هنشوف إيه اللي هيحصل، وأقول له سيف. شايفين الوحدات كبرت بالشكل ده، كل مربع هنا يبقى متر في متر. انا دلوقتي اخترت المتر، كل مربع هيبقى متر في متر زي ما احنا شايفين كده، كويس. طيب هنرجع تاني على working وبعدين settings preferences و setting، وهنرجع على السنتيمتر تاني بالشكل ده كده واقول له save اهي، برضو هنا صغرت، وبرضو هنا كل مربع هنا بيعبر عن 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر، كويس. طيب لو انا مثلا جيت رسمت سكوير كده، كبرت شويه اهو مثلا كده، كويس، حطيته هنا، جيت رسمت واحد تاني وبرده اكبره اهو شويه، واجي اعمل له موف بالشكل ده، وعايزه اعرف المسافه ما بين الاثنين اللي هي في النص دي بعمل ايه. وهاجي اروح على كرييت ميجر تولز وديستانس تول. طبعا انا شارحه الميجر تولز في القناه، لو عايزين تطلعوا على الدرس برضو هحط لكم اللينك في يسار الشاشه من فوق، ممكن تدوسوا عليه وتدخلوا على الدرس على طول. بدوس على distance tool وبعدين بدوس بيمين الماوس بالشكل ده كده واقول له control vertex. انا هفعل الفيرتكس عشان اظبط المقاس بتاعي اهو، واجي اخد من النقطة دي اللي هي الفيرتكس اللي عندي دي زي ما احنا شايفين كده، وباجي عند التانية هنا برضو بدوس باليمين في كنترول فيرتكس وباجي ادوس على النقطه الفيرتكس هنا، جاب لي ما بينهم اهو 6.9. لو انا هنا رجعت لي المقاس اهو 6.955، ده الديستانس اللي ما بين الاثنين. يبقى انا ممكن ان انا اظبط عن طريق الفيرتكس عشان اعمل المقاس بدقه اكتر. يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس ده. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان ده بيدعمني في القناة، بيخليني ان انا استمر معاكم. انتظروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.